معاكم يوسف فراج. أنا كنت بمدارس قمم الحياة العالمية. أنا خريج دفعة 2020. أنا درست من KG لجريد 4، بعد كده من جريد 8 لجريد 12. أنا بدرس في كلية الطب جامعة عين شمس. أنا ليا ذكريات جميلة جدا جدا في المدرسة. أنا يعتبر قضيت فيها طفولتي كلها، يعتبر اتربيت في المكان ده، ليا ذكريات فيه جميلة مع أصحابي، مع المدرسين كمان، مع كل الناس. كل الناس هناك ليا ذكريات معاهم جميلة جدا جدا. يعني اللي بيميز المدرسة دي عن أي مدرسة تانية، وأنا أنا بتكلم عن خط تجربتي كأن أنا جربت أكتر من مدرسة، فأحب أقول إن في ميزة عظيمة جدا في مدرسة قمم الحياة، إن أنت كأنك بتدرس في بيتك. إزاي في بيتك؟ يعني أنت عندك أصحابك، عندك المدرسين يعتبروا أخواتك الكبار مع احترامي لمقاماتهم، المدير مع احترامي لمقامه بيبقى كأنه زي أخوك الكبير، كأنك قاعد في بيتك بالظبط، كلهم إخوات في بعض، أصحاب، عندك دعم من كل الناس اللي حواليك، أنت بتدعم كل الناس، في محبة جوه المدرسة ما لقيتهاش في أي مدرسة تانية، وده أكتر ميزة خلتني أحب المدرسة دي وأثبت فيها وأحس إن أنا يعني قاعد في مكان أنا مرتاح فيه وأتخرج منه وأبقى حاجة مشرفة ليها. بدون أدنى مبالغة، أنا من وجهة نظري كل الحصص أنت بتبقى متلهف ليها بتبقى جميلة جدا جدا. يعني أنا واجهني في خلال دراستي مثلا في الفرنش مستر عبد الغني، مستر عبد الغفار، واجهني طبعا في الإنجليش مستر جمال الغمريني ومستر هشام ومستر وكيل، قابلني مستر محمد صابر في الماث ومستر سليم طبعا، وما ننساش طبعا في الساينس مستر منصور ومستر السايح. طبعا مع احترامي لبقية المدرسين، انا بتكلم على اللي قابلتهم، وانا متأكد ان باقي المدرسين نفس الكلام، لما بيكون عندهم ان هم يعني جواهم ان هم بيحببوك في المادة، هم بيحببوك جدا في المادة، بتبقى حابب المادة، بتكون سهلة وسلسة معاك، تلاقي نفسك يعني يعيدولك مرة واتنين وتلاتة، وبيشرحوا بطريقة جميلة جدا وبيصاحبوك، فدي حاجة تخليك حابب كل الحصص وحابب كل المواد وعارف ازاي يعني تجمعها في دماغك. طبعا طبعا اكيد بتواصل مع المعلمين بتوعي، لان هم مش بس كانوا معلمين، كانوا قدوة واخوات كبار. قد ايه لما تبقى متأكد ان شأنك يهم جدا الاستاذ بتاعك، تلاقيه هو بيسأل عملت ايه، طب هتعمل ايه، طب بتفكر في ايه، يقف جنبك يساعدك. طبعا ده يعني مستحيل حتى لو هو مش الأستاذ بتاعك، مستحيل كهو كإنسان إن أنت تقدر تفكر تخسره. يعني أنا يعني أتمنى إن أنا عمري ما أخسر أي مدرس من المدرسين اللي ادوني في حياتي. هو قبل ما ينتظر إجابتي هقوله يا ابني أنا هسألك سؤال دلوقتي، أنت في مدرسة المدير عظيم زي مستر رضا، عندنا مستر شريف حاجة كبيرة جدا جدا في المدرسة، لما يكون عندنا رؤساء الأقسام، عندنا مستر عبد الغني، عندنا مستر جمال الغمريني، لما يكون عندنا مدرسين زي دول وبقية المدرسين طبعا مع احترام لمقاماتهم يكونوا صحابك، لما تكون انت بتدرس في بيتك كل الناس بتحبك، عارف تتعاون مع الناس كلها، المدير هو مدير مقاما لكن هو صاحبنا كلنا، فانت هقول له انت هتستنى ان انا اقول لك اه، يعني انا طبعا اه. وفي ناس كتير انا نصحتهم بالمدرسة دي من قبل ما اخلص ثانوي، في ناس لسه موجودة لحد دلوقتي، وفي ناس اتخرجت ودخلت كليات قمة، وطبعا ده يعني بفضل المدرسة والمدرسين طبعا. بلا أدنى شك أول حاجة هعملها أول ما أخطي الأراضي طبعا السعودية إن أنا أزور مدرستي، إن أنا أزور إخواتي الكبار مدرسيني،
ان انا ازور المدير بتاعي طبعا، ان انا ازور المكان، ارجع ذكريات زمان طبعا، المكان اللي انا اتربيت فيه ارجع حنين قديم، واتمنى ان انا افضل اجي المكان ده كتير والاقي فيه المدرسين، ويعني يا رب دايما يفضل بيننا وبينهم محبة، لان هما اللي ربونا دايما على المحبة وربونا احسن تربية، وتعلمنا من تحت ايديهم احسن تعليم، وطلعنا الحمد لله ناس مشرفين لعيلتنا ولبلدنا ولمدرستنا برضو وليهم طبعا. حابب طبعا اقول حاجة اخيرة لاخواتي الصغيرين السينيورز والجونيورز والصغيرين اللي طبعا تحت لسه في اعدادي وابتدائي، وحابب طبعا لو حد شافني من بره المدرسة احب اقول خليك في المكان ده، حاول تخليك في المكان ده، المكان ده هيكبرك وهيدعمك معنويا ونفسيا ويدعمك بكل الطرق، وصدقني خدها مني نصيحة، طول ما انت بتسمع نصايح المدرسين وماشي في الخط المستقيم وبتسمع الكلام وبتعمل اللي عليك، صدقني هتطلع حاجة كبيرة جدا جدا، وانا مثال بسيط قدامك. انا الحمد لله طلعت من المدرسة دي بكلية الطب اللي أنا حلمت بيها، في الجامعة اللي أنا حلمت بيها، جامعة عين شمس، ودي من أكبر الجامعات في مصر، وأنا طلعت منها بفضل المدرسين وبفضل البيئة اللي حواليا. فنصيحة خليك في المكان ده وشكرا.